إن الله عنده علم الساعة وينزل غيصة ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. إن الله عليم خبير. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. صدق المصطفى صلى الله عليه وسلم. اخوتنا واخوات الإيمان والإسلام، نعيش وإياكم مع خير الحديث وطيب الكلم آيات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ خالد ممدوح حسني القارئ والمعروف والمقيم بمين بشار مركز من يلمح بمحافظة الشرقية. أسأل ربي عز وجل له حسن التوفيق ولي ولحضراتكم بحسن الاستماع، فليتفضل فضيلته منا مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا. حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. جزاء رب السماوات والأرض رب السماوات والأرض
السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا بسم الله حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لهوا ولا كذابا لا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا بسم الله الرحمن الرحيم حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا
لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم وقال صوابا يوم يقوم روح الملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة بسم أشهد خلقا
صدق الله العظيم الفاتحة. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ودواء همنا وأحزاننا يا رب العالمين. وهكذا أخوتنا أخوة الإيمان الإسلام استمعنا وإياكم خاشعين منصتين إلى مسك الختام ألا وهو القرآن الكريم الذي قد تلاه علينا فضيلة القارئ الشيخ خالد ممدوح حسني القارئ والمعرفة المقيم بيت بشار مركز من لمح بمحافظة الشرقية. نقلنا لكم هذه التلاوة عبر أثير موجات إذاعتنا العاملة الهندسة الصوتية والأنوار الكهربائية وكبرى قصور الضيافة إدارة الباشمهندس أحمد محمد درويش المقيم بميت بشار مركز من يلمح بمحافظة الشرقية. الشكر موصول أيضا إلى صاحب خدمة التصوير والإنترنت والباسم المباشر إدارة الباشمهندس ناصر صلاح الباشمهندس صلاح ناصر صلاح المقيم بمدينة الزقازيق. أيها السادة إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.